زون ميكس. رجعنا لكم جديد في زون ميكس في اخر جزء من ساعتنا الاول. اليوم انا نحكيو هون المنتخب الوطني التونسي كامل اليوم تحضيراته للمونديال، مونديال مصر ان شاء الله 2021. الشهر هذا باش يكون معنا العضو الجامعي معاذ بن زايد، نحكيو معاه على اخر اخبار الفريق الوطني، يتمنى على استعدادات المنتخب. سي معاذ اهلا بك. تحياتي اسلام ليك المستمعات المستمعين الكل. مرحبا بك استاذ. دونك كما كنت نحكي اليوم منتخبنا ان شاء الله بماتش ودي ثالث مع نادي افري يكمل الاستعداد نتاعو ان شاء الله. طمنا على التحضيرات نتاع المنتخب. اليوم نلعبوا المقابله الختاميه في برنامج التحضيرات نتاعنا. حاليا ثم الحصه الاحمائيه قبل ما تبدا المقابله الساعه الرابعه. كما تعرف انه من دور نهائي بطوله افريقيا في جانفي 2020 توقف نشاط المنتخب، وشفتوا انه الكيما اغلب المنتخبات في الظرف الصحي هذا الوبائي الخاص، المقابلات معناتها مش بالساهل انك تبرمجها بالطريقه اللي حابها اللي صار الفني. ذاك علاش كان دوره قطر هامه كما حتى لينا، خاصه بالنسبه للمدرب اذا كان عنده قول انا بعض الاختيارات باش يثبت منها باش يوظفها، بعض اللاعبين اللي ممكن باش يختبرهم اكثر. اكيد انه اليوم عنده فكره على الرصيد اللي عنده. القائمه نهائيا يتم ضبطها اليوم بعد المقابله، بعد زاد كذلك اجراء اختبار البي سي ار. كيف تعرف اسلام انه شرط انه الوفد اللي باش يطلع ويكون في الدوره هذه متواجد، هو انه اولا قبل ما نحكيو على الجوله الفنيه، انه من ناحيه معناتها الصحيه انه ما عندوش معناتها اليوم اعراض بالله او امراض. استاذ بس نسالك استاذ، حبيت نقول انه تسمع فيا سي معاذ، في النقطه هذه حاب نسالك على امين بن نور، ما كانش نجم يكون موجود معناها وبعد يخلط والا كيفاش؟ نعرفوا عنده كورونا. اعتبارنا هو الاطار الفني مازال ما حسمش نهائيا المساله هذه، باش يخرج فيما بعد القائمه. واضح. لكن نعطيك ممكن مؤشر اكيد انه كاي اطار فني يتحدث في الموضوع هذايا، نشوفوا هل انه قادر انه يسترجع عافيته ولا لا في اقرب وقت. هل انه اليوم اللاعب من بنور نتمنى له الشفاء معناتها وعوده للميادين في اقرب وقت، ولكن هل انه اللاعب هذا بالذات اللي ما عمل حتى حصه تدريبيه مع المنتخب مع الاطار الفني هذا، هل انه قادر انه اليوم يدخل في المنظومه مباشره؟ هذا هي جوابنا عليه الاطار الفني من هون الغدوه الصباح لما يخرج القائمه النهائيه اللاعبين. واضح. باهي استاذ، شنو اجواء المنتخب خاصة صارت شوية لخبطة في ستاج نتاع الدوحة باستبعاد لازم لاعبية، اليوم ظهر لي سياسة جديدة من المنتخب انه في فرض الانضباط والمنتخب قبل كل شيء. صحيح، ما يخفى على حتى حد، احنا كنا في جامعة التونسية قمنا بالضرب بلاغ بعد ما جلسنا في اجتماع لجنة المنتخبات وقيمنا الدورة ككل، والدورة فيها جوانب فنية فيها جوانب تهم مع تحية المجموعة، وخرجنا بلاغ لانه الوافد المشارك من اطار فني واطار اداري قام برفع تقرير، وفي هذا التقرير فما زوج لاعبين بالنسبه لنا التقرير اللي تلقيناه انه زوج لاعبين هذوما ما كانوش معناتها داخل منظومه الميثاق اللي يخدم به المنتخب، واكيد انه احنا عندنا اليات واضحه نفهموا بها، اليوم حاليا ما عندهمش مكان بالنسبه لنا. وفي جميع الحالات فما ملف ننظروا فيه، انا كنت سمعت لاعبين يوم الثلاثاء الفارس قيلت اكثر من ساعتين، وفيما بعد معناتها الملف هذا بعد ما نستمعوا الاطراف الكل باش نخرجوا في قرار فما حتى شيء. النية كانت يبدو انها متجهه نحو فقط اعفائهم السطاج الاخير، لكن تبدلت الامور باش يغيبوا على 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 البطوله ظهر. احنا قمنا مساعي، فما جانب رياضي فما جانب قانوني في الملف هذا. بالنسبه للجانب الرياضي ديما نعتبروا انه لاعبين الكل ولادنا، فكجامعه تونسيه اولا حبينا انه تكون معناتها فما جلسه ما بين اللاعبين هذوما والمجموعه والاطار الفني، وانه اللاعب حتى اذا كان ما عندوش مكان في الدوره هذه ولكن يقعد وسط المنتخب، فما نقول انا يوم موقف مثالي لازم يكون، فما امكانيه معناتها انه الطرف الذي اخطا انه اليوم يصلح الخطا نتاعو. هذا معناتها اليوم اللاعبين نعتبر اللاعبين الاثنين ما قولوا فوتوا على انفسهم الفرصه هذه،
على كل باش ننظروا الملف اليوم نستبعدوا الجانب الرياضي فيه وباش ننظروا الملف من ناحية قانونية بحت هذا ايش نجم نقول لك فيه باهي استاذ مع الغيابات هذه الزوز اللاعبية اصحاب خبرة ستاف تكنيك جديد مجموعة تقريبا 70-80% شابة وجديدة شنو هدفنا في البطولة هذه ان نرجع لاخر بطولة افريقيا معناتها اذا كان اليوم فمع ناصر كانت موجودة بطولة افريقيا وما تمكناش انه نربحوا اللقب ومش اللقب اللي كان يقلق ما ربحناش كان معناتها الاداء محير معناتها تلت الدورة خلال الدور النهائي اظن انه الاطار الفني شاف انه لازم يعاود يبني من جديد المنتخب فعنده اليوم فلان يكارت بلانش الاطار الفني حكينا في الموضوع هذا عنده الوقت عنده لاعبين جدد لازم يكونوا موجودين اكيد انه في المجموعة معناتها القديمة فما لاعبين عندهم مكانهم لاعبين يحبوا يلعبوا لاعبين وراو مع تنظيفات ولكن زاد المستقبل لاعبين قاعدين جايين من بعيد كي تشوف قدامي اليوم حازم باشا يوسف معرف اليوم اسكندر زيد ونقول انا المنتخب المكان في المنتخب يستحق اللي حب اليوم يلعب واللي يوري انه اليوم عنده منضبط عنده مكانه واكيد المنتخب زاد نحب نقول انه زاد مفتوح للعناصر الكل استاذ ما وضحت ليش معناها هدفنا شنو هو بالضبط ماشي نكون في منتخب ما نطالبوش بالنتائج ما نطالبوش شنو هو بالضبط نصبروا على الفريق هذا اكيد احنا قلنا تكلمنا قبل نعاود نستغل المنبر هذا اللي تبعوا فيه اغلب الرياضيين اليوم انه الهدف نتاعنا الاول هو الرجوع من باب الكبير في بطوله افريقيا 2022 لكن ما يعنيش انه المنتخب هذا اللي عنده سمعته وعنده اسمه لما يمشي لدوره معناتها منتخب عنده اليوم نقول انا تقاليد وعنده الغريزه اللي تخليه يلعب على النتائج اكيد انه باش نحاولوا اليوم نمشيو اكثر ما يمكن بعيد معناتها في الدوره هذه اذا كان اليوم عندنا الامكانيه اليوم بالجو الباهي هذا باللاعبين اللي اليوم يحبوا يوريوا حاجه اليوم يحبوا يرجعوا نقول انا صوره منتخب اذا كان عندنا الامكانيه انه نربحوا مقابله 2-3-4 هذا يكون متاكدين انه اللاعبين لازم يعملوه وهذايا اللي نحاولوا معناتها باش نوريوه في الدوره هذه. واضح. يعطيك الصحة شكرا لك أستاذ شكرا لك بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في البطولة هذه بطولة العالم مصر 2021 فاصل ولقبل الفاصل هيا تنذكركم نتائج مقابلات الجولة السابعة الدفعة الأولى للبطولة 92 دقيقة لعب و30 ثانية في مقابلة الكلوب الحكم أضاف 3 دقائق مع السي بي التعادل 1-1 في المقابلة جمال الدين شتال الجزائري سجل للسي بي وعبد الحمد العبيدي للكلوب في توقيت مقابلة الإتوال واتحاد تطاوين كيف كيف تقريبا نفس التوقيت في المقابلة هذه النجم الساحلي مازال متعادل دون اهداف مع اتحاد تطاوين 92 دقيقة لعب المتلوي منهزمة ضد الاولمبي البيجي 2 بلاش الاولمبي البيجي يضيف الهدف الثاني بواسطة حسين بن يحيى في الدقيقة 81 بعد ما كان مراد الهذلي افتتح نتيجة للبرجية مع العلم انه اولمبي البيجي يلعب منقوص من اللاعب بعد اقصاء احد لاعبيه توقيت 91 دقيقة لعب تقريبا في نهاية الاشواط في نهاية المقابلات الى حد الان دونك فاصل بعد نستقبلوا ضيفنا اليوم كمال بن خليل الناطق الرسمي السابق